لقاء هاتفي يومي يجمع حسن وجاد، هكذا تختصر المسافة بين بيروت وميلانو. هناك حيث عداد ضحايا فيروس كورونا لا يتوقف عند رقم نهائي، ما يدفع طلابا لبنانيين للبحث في إمكانية تأمين عودة آمنة إلى لبنان. رجعة إلى مخاطر كتير ومحازر، كيف بدهم يروحوا على المطار؟ مطار مالبنسا بميلانو موبوء كله، يعني هو كان وكر الوباء بتصور، يعني لا يجوا بالطيارة، بالطيارة كيف حيقعدوا؟ حيقعدوا مثل حد بعضهم ولا حيبعدون عن بعضهم؟ حيعملوا له اول شيء تستات هونيك؟ ما في، مستحيل. هلا اذا الدوله بدها تاخذ من هون، عم يقولوا فريق طبي على كل طياره ويعملوا راب تيست، هذا الشيء جديد اللي طالع خلال ربع ساعه 45 دقيقه بيطلع الاختبار، انا بتصور هذا شيء منيح. كان خيار رمزة ان يحصل ابنها تعليمه في الخارج بعيدا عن الازمات الماليه والاقتصاديه في البلاد التي قد تحرمه وامثاله حسب هذه الام من فرصه تامين مستقبلهم. مجرد ما يكون الولد بالغربة، يعني هيدي قضية منا، إنه كيف اليوم يعني فيني أقول لك إنه نحن مثلاً يعني مننطر ليطلع الصبح، منصير قاعدين ناطرين الموبايل لنشوف إمتى طلع أونلاين لنحكيه. خوف، أكيد في خوف كبير، في خوف. يعني أنا يعني تعرف شو يعني النار، واحد يعني بيشعل قلبه نار، بحس إنه مرات قلبي نار، يعني إنه ابني وبعيد وما قادرة أوصل له ولا يوصل لي. يهوى جاد العزف على آلة القيثارة، هي رفيقة الأيام التي يقضيها في الحجر الذاتي، يسمح له بالخروج مرة واحدة في الأسبوع للتسوق وبشروط قاسية، فيما تستمر الدراسة الجامعية عن بعد. أنا شخصيا مثلا في بعمل صفوف الجامعة، بنرجع ندرس شوي موسيقى، جيتار، أفلام، أكثر شيء أفلام صراحة. فهذا اللي عم يصير يعني. ومرة بالجمعة واحد بيروح بيجيب أغراض، يمكن إذا بتساق بيقدر ينزل يتمشى 5 دقائق ليشم هواء، مش أكثر من هيك، شوية رياضة بالبيت. يعني تمشي إنه ما لازم حدا يشوفك، مشان إذا حدا شافك تاخذ زبط دغري. يعني إذا التلميذ عم يبقى بالبيت وعم يحمي حاله، ما في أي خطر. يعني بالنهاية نحن يعني واحد لازم ياخذ كل الوقاية يعني اللازمة. في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة اللبنانية إلى وضع آليات تمكن من إعادة الطلاب اللبنانيين من الخارج، تبقى قضية التحويلات المالية أبرز الأزمات في ظل عدم قدرة عائلات كثيرة على تحويل ما يلزم من أموال لأبنائها. تعتبر بعض العائلات أن الدولة تأخرت جدا في تأمين عودة آمنة لأولادهم من الخارج، لتكون عشرات العائلات أمام خيارين أحلاهما مر، إما بقاء الطلاب خارج حدود الوطن أو عودة محفوفة بالمخاطر. سحر أرناؤوط، الحرة، بيروت.